السلام عليكم. اليوم غنشوفوا الدرس لو سيركل. غنبداو بواحد بتيت اكتيفيتي. اذا هنايا باغ اكزومبل غناخذ هنايا بوان وغناخذ بوان. اذا هاد البوان هادي هاد الخط هذا انا بغيت نغيره. طبعا هاد الخط هذا الا بديت تنعوج فيه تنميل تنميل تنميلو تنميلو كما تلاحظوا تنميلو، اذا في الاخر تنحصل على دائرة. إذا هاد الدائرة شنو هي دائرة؟ أن سيركل هي عبارة عن واحد الخط ميلتو ولا على شكل دائري، إذا فقط هو غير خط، هذا هو الدائرة. ولكن هاد الدائرة هادي عندها تعريف آخر، هو اللي غنشوفو في الأكتيفيتي المقبلة. طبعا الدائرة تتميز بعدة مميزات دي كاركتيرستيك اللي غنشوفو في النشاط المقبل. إذا لاحظوا معايا في هذا النشاط هذا، إلا نشأنا هنايا نشأنا قطعة أو بي. طبعا أو بي قطعة تتميز باش عندها طرفي ديالها اللي هما أو أو بي، سي تان سيغمون. ناخذوا أن أوتر سيغمون اللي هي أو سي. بريتميز أو سي تا هي كما قلنا عندها دوز إكستريميتي سي إي أو. ناخذ ان اوتر سيغمون او دي. هنا اشنو تلاحظوا ما بين او بي او او سي او او دي اي او او؟ تلاحظوا بانهم كلهم عندهم نفس الاصل اللي هو او، وكذلك عندهم نفس المسافه، بحيث المسافه او بي تساوي المسافه او سي تساوي المسافه او دي تساوي المسافه او او. إذن هنا إلا جينا قلنا لك بغينا واحد الخط اللي يلاقي لي النقطة بي مع او مع دي مع سي، واش غنحصل على خط مستقيم؟ طبعا لا. إذا غنحصل على ماذا؟ غنحصل على خط دائري. شتو؟ إذا هذاك الخط الدائري هي الدائرة. باش تميز هاد الدائرة عندها سونتر ديالها اللي هو او، وكما تلاحظوا عندها نقاط تنتمي الى الدائره اللي هي النقاط سي وبي واو ودي. وتلاحظوا بان المسافه او بي تساوي المسافه او سي تساوي المسافه او دي تساوي المسافه او او اللي هو تسمى شعاع لو غيون. اذا شوفوا الديفينيسيون ديالنا. اذا ديفينيسيون لو سيركل دو سونتر او، اذا الدائره مركزها او وشعاعها ار. طبعا عندها شعاع كما قلنا قبيله شعاع R اي لونسومبل دي بوان، هي مجموعه النقاط الموجوده على نفس المسافه R من المركز. لو سيركل دو سونتر او اي دو غايون R اي لونسومبل دي بوان سيتوي ا لا ميم ديستانس R دو سو سونتر. اذا دابا غندوزو لواحد التطبيق بسيط وغنشوفوا المكتسبات ديالنا بالنسبه لهاد لا بارتي. شوفوا اكزامبل سيركل. طبعا سيركل شنو هو اول كاركتيرستيك ديالها؟ هو المركز. شفنا تما اللي هو او هاك. ندوزو عندنا او ام. اش تكون او ام هنايا؟ اذا او ام سي لو غايون دو سي. كما تلاحظوا او ام اي ان سيغمون دوز اكستريميتي او ام، وتنديروهم اونتر لي كروشي. إذا أو إم إلو غايون دو سي. أ بي أش نلاحظو هنايا؟ بأن أ بي إتان سيغمون. وكاش نلاحظو؟ بأن أ تنتمي للدائرة و بي تنتمي للدائرة. إذا لي دو بوان أبارتيان أو سيركل. إذا شنو تسمى هذا؟ إذا أ بي إلو ديامتر دو سي. اي لو ديامتر دو سي. علاش سميناه القطر لو ديامتر دو سي؟ لانه نقط ديال القطعه او طرفي القطعه تنتميان للدائره، وبحيث بان المركز ديال الدائره هو منتصف القطر ا بي. اذا القطر تيتميز بان عنده نقط ديالو تنتميو للدائره، وعنده الوسط والمنتصف ديال القطعه ا بي هو مركز الدائره سي. إذا نشوفوا هنايا أ إم. أ إم تلاحظوا بأن أ إم إتان سيغمون،
سيغمون الى دو زيكستريميتي ا اي ام تينتميو للدائره تاعهما بحال ا بي غير هو ماشي قطر دان ا ام سني با ان ديامتر دان ا ام اي لا كورد دو سي ا ام اي لا كورد دو سي ا بي لو ديامتر قطر الدائره و ا ام لا كورد وتر الدائره بي ام لاحظوا انه جاي مع الدائره هي القطعه بي ام اذا هاد بي ام هادي اذا بي ام اش تكون واحد الطرف هي قطعه من الدائره تنسميوها قوس اذا بي ام اي لارك دو سي هو قوس الدائره سي بي ام اي لارك دو سي قوس الدائره سي نلاحظوا هنا النقطه بي اذا النقطه بي الى شفنا فين كاينه النقطه بي واش داخل الدائره او لا خارج الدائره اذا تلاحظوا ان بي داخل الدائره اذا تسمى بي اي تان بوين ا لانتيريور دو سيركل اذا بي اي تان بوين ا لانتيريور دو سيركل الى شفنا النقطه تي نقطه تي تلاحظوا بان تي خارج الدائره اذا تي à l'extérieur du cercle. Et T est un point à l'extérieur du cercle. Très bien. Et là, on a le vocabulaire qui est dans le daïra. Qui est le chou'a, qui est le qutr, qui est le watar, qui est le qaws, le daïra, ou qui est une nukta d'akhil le daïra, ou qui est une nukta kharij le daïra. Et là, on a une information. Vous voyez que si on a par exemple le qita OM, si on a OM, ou si on a OP, لا اذا هنايا الا كانت بي داخل الدائره تلاحظوا بان او ام اكبر من او بي يعني الا كانت النقطه داخل الدائره المسافه او ام اكبر من المسافه او بي والا كانت النقطه خارج الدائره تيكون الشعاع اصغر منها اذا تيكون الشعاع مثلا لاحظنا او ام اصغر من او تي فهمنا اذا وقت الا كانت النقطه داخل الدائره تتكون المسافه صغيره على الشعاع والا كانت النقطه خارج الدائره تتكون المسافه كبيره على الشعاع نشوفوا هنا تمرين بسيط فوكابولير كومبليت لي فراز سويفونت اون يوتيليزون لي مو سيركل كورد غايون سنتر ديامتر ميليو اذا تما عندنا دائره فيها النقط ا بي سي دي اف وعندنا واحد النقطه E في الوسط ديالها إذن أول جملة لو H C A إذن H تكون C A سي لو سيركل إذن لو سيركل C A دو E إذن E بالنسبة للدائرة أش يكون تما E سي لو سنتر إذن E لو سنتر باس باغ لي بوان A B C D F إذن الدائرة C بحيث النقط A و B و C و D و F تنتمي للدائرة C1 دوزو القطعة EF إذن EF est un segment قلنا قطعة parce qu'il a deux extrémités أشنو هو إذن le segment EF est un rayon هو شعاع الدائرة est un rayon دوزو AC AC كما قلنا قبيلة لاحظوا بان النقاط كما قلنا قبيله طلعت بان القطعه اسي طرفي القطعه اسي تنتمي للدائره ولكن مركز الدائره ليس بمنتصف القطعه اسي اذا هذا الشيء يكون سي اون كورد لو سيغمون اسي اي اون كورد دو سو سيركل دوزو او اذا عندنا تما ادي اذا نشوفوا ادي ادي كما قلنا قبيله حتى هو سي ان سيغمون AD est un segment, mais que t'allahu bi anna E, le montasaf dial qita AD. Et même anna AD monta, même anna AD qita wa E montasafuha, li wa E li wa le marquez dial daira, et d'elfa inna AD c'est un diamètre. Ou E, ashi kon binisba AD, c'est le milieu. E, c'est le milieu de AD, et E aussi, c'est le centre du cercle C. C'est bon? Alors, on passe maintenant à un petit exercice. Alors, complète par vrai ou faux. Alors, je vous laisse de faire cet exercice.
et à la prochaine séance, inshallah.